اضطراب اداري كبير بيعيش ناس الزمالك الفتره الحاليه منذ تعيين اللجنه المؤقته اللي بدينا برئاسه المستشار احمد البكر. الاضطراب ده كان من ضمن تداعياته الاعتداء اللي حصل على كابتن ايمن يونس رئيس اللجنه التنفيذيه في كره القدم في نادي الزمالك. السؤال دلوقتي نتيجه الاضطراب الاداري ده ايه؟ ايه اللي هيحصل بعد كده؟ في ناس كتيره بتتكلم ان الاضطراب ده كان ممكن ينتج عنه اقاله اللجنه المؤقته وتعيين لجنه جديده او تعيين مجلس اداره معين لحل اجراء الانتخابات. في ناس بتقول لا، الاضطراب دوت هينتج عنه بقاء اللجنه المؤقته لكن هيحصل تغيير في لجان الكره او هيحصل ثبات على لجنه معينه لاداره كره القدم في الزمالك بدل تعدد اللجان اللي موجود دلوقتي. في ناس تانية بتقول لا، ممكن الاضطراب ده ينتهي بعوده المجلس السابق برئاسه المستشار مرتضى منصور. فيا ترى نتيجه الاضطراب ده ايه؟ ايه اللي هيحصل بكيف نادي الزمالك؟ وتاثيره ايه على فريق الكره وهو داخل على موسم جديد وبطوله دوري جديده وبطوله افريقيا جديده؟ الاضطراب دوت مشكله يعني بتقابل نادي الزمالك عبر العصور، دي مش اول مره زي ما بيحصل فيه اضطراب اداري ومشاكل اداريه، وللاسف كل مره بيأثر على فريق الكره، ودي يمكن مخاوف نادي الزمالك الفتره اللي جايه ان اثر الاضطراب دوت على فريق الكره. مهما الناس بتقول مش هيأثر على فريق الكره وفريق الكره منعزل، لا، غصب عن نكب الفريق غصب عن جمهور الفريق الاضطراب بيأثر على فريق الكره، دي حاجه بديهيه، ودي المخاوف اللي موجوده في جمهور نادي الزمالك دلوقتي. ايه اللي هيحصل؟ جمهور الزمالك طبعا قاعد مترقب مش بايده حاجه غير انه ينتظر ويشوف الفتره الجايه ايه اللي هيحصل. الكره كلها دلوقتي في ملعب وزير الشباب انه يحسم الخلافات الموجوده دلوقتي بقرار اداري بقرار تنفيذي باي حاجه، المهم لكن دلوقتي الامور كلها في ايد وزير الرياضه الدكتور اشرف صبحي، لازم ينهي الامور دوت لانه هو اللي اصدر القرارات الاخيره، فبالتالي هو المسؤول عنها، هو المسؤول انه يحسمها والمسؤول انه ينهي الازمات اللي بتحصل في الزمالك حاليا. اللجنه المؤقته برضه اللي بتدير مسؤوله، لازم تدير، لازم تاخد قرارات، لازم تحسب الامور، لازم تحدد الاختصاصات، لازم تبعد التدخلات اللي بتحصل في الاختصاصات، لازم تحدد ده فوق ده اختصاص كذا وده اختصاص كذا وده اختصاص كذا، لازم تحسب الموضوع دوت وتنهي الموضوع وتعالج كل الامور اللي بتحصل حوالين فريق الكوره. اتمنى ان شاء الله المشاكل تتحل في اسرع وقت لان الموسم تقريبا بدأ والفريق محتاج يرجع لبطولات من جديد. شكرا. اضطراب اداري كبير بيعيش